يعود إلينا عبر الهاتف من بيروت السيد توفيق شومان، الكاتب والباحث السياسي. سيد توفيق، يعني في الأثناء التي كنا نتحدث فيها معك، هناك جلسة تصويت طارئة في الجمعية العامة لمجلس للأمم المتحدة لبحث مشروع قرار عربي يريد الإقرار هدنة إنسانية فورية ودائمة تفضي إلى وقف القتال. ما مدى أهمية هذه الجلسة وهذا القرار حتى لو كان غير ملزم للاحتلال الإسرائيلي في وقف عدواني؟ طبعا أهمية أي قرار يصدر عن الهيئة العامة للأمم المتحدة أنه يمثل 193 دولة، وبالتالي الأكثرية التي تصوت باتجاه قرار معين، باتجاه قانون معين، هذا يمثل الرأي العام العالمي والرسمي، حتى لو كانت القرارات التي تصدر عن الهيئة العامة غير ملزمة. ولكن كما هو معروف يعني بأنه هذا، أنا أعتقد أنه عندما أتوقع يعني يكون هناك تجاوز مع عملية طقس داخل النار ولو من الباب الثاني، أظن بأنه هذه قد تشكل مقدمة معينة لوقف إطلاق النار ولو كان جزئيا، لو كان فرعيا. نعم سيد توفيق، في الأثناء، هذه الأثناء التي تتحدث فيها، الصور التي تأتينا من غزة تظهر قصفا عنيفا ومكثفا لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، يعني رغم ظلمة الليل والظلام الدامس الذي تغرق فيه غزة، إلا أن هذا الوميض الذي يظهر مدى قوة وكثافة القصف الذي يتعرض له القطاع في هذه الأثناء. تفضل سيد توفيق. هذا بالضبط الذي يعني كنت أريد أن أربط ما يجري من جلسة الهيئة العامة للأمم المتحدة وما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي، يعني لم يكن عن طريق ولا عن طريق العبث أيضا ولا عن طريق الصدفة إطلاقا، يعني أن تتزامن الجلسة العامة للأمم المتحدة مع الهجوم الوحشي الذي تتزامنه قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذا واضح، هو موقف إسرائيلي، وأظن أن هذا الموقف مساند من العديد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كأن تل أبيب في هذا الهجوم الغاشم الذي تشنه منذ ما قبيل الجلسة العامة للأمم المتحدة، كأنها تقول بأنها ترفض عمليا أي هدنة وبالتالي أي وقف إطلاق النار حتى لو كان من الباب الإنساني. لكن بالوقت نفسه لابد أن أشير أيضا إلى مسألة قد تكون مهمة أيضا، أن الحصار لم يعد حقيقة برا وبحرا وجوا، هو أصبح فضائيا أيضا، لأنه كل وسائل الاقتصاد الافتراضي وغير الافتراضي، التكنولوجيا وغير التكنولوجيا أيضا مع قطاع غزة أصبحت مفقودة، وبالتالي الآن قطاع غزة كأنه يبدو خارج هذا العالم بفعل الاستكشاف الإسرائيلي بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. نحن أمام حصار كامل، ولكن بالوقت نفسه هذا هو موقف، يعني موقف تل أبيب، موقف سلطات الاحتلال وعملية تسيير ممنهجة، وهي تستغل الفرصة الزمنية التي أعطتها لها الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة الشعب الفلسطيني وعجز. لكن من جهة أخرى يعني لابد أن نلاحظ مسألة، برغم هذا الهجوم الذي تشنه الآن قوات الاحتلال في مساء القصف، نعم سيد توفيق، ننوه فقط لأن القصف يزداد وتشتد كثافته مثلما تظهر الصورة، ظلام دامس يغرق في قطاع غزة، ورغم ذلك هذا الوميض الذي ينبعث على الشاشة يظهر مدى القوة النيرانية التي تطلقها قوات الاحتلال الآن في غارات قوية ومكثفة على قطاع غزة، طبعا في إطار التوسع في العمليات التي أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، وفي ظل أيضا انقطاع كامل لكل مظاهر الحياة وانقطاع الاتصالات والإنترنت وحجب كل وسائل التواصل، وهو ما حذر منه الهلال الأحمر الفلسطيني، وقال إنه لا يستطيع التواصل مع الأطقم الطبية للوصول إلى الحالات التي تحتاج إلى إجلاء من المناطق التي يتعرض لها القطاع في هذا القصف العنيف. سيد توفيق، بالنظر إلى فكرة انقطاع الاتصالات، نعم عزل كامل، أنا خلص بري وبحري وجوي وفضاء عزل كامل، وبالتالي
الشعب الفلسطيني وإنزال أكبر من جرس الحرب. وهذا هذه نقطة جيدة سيد توفيق، يعني إلى ما يؤشر هذا الحجب، يعني كما ذكر حتى بيان الأزهر الشريف من أن كل هذا يأتي في إطار حجب كل مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، يعني إلى ما تهيئ قوات الاحتلال في الساعات المقبلة وما تضمره للشعب الفلسطيني من مجازر ربما لن ترقى إلى مخيلتنا. هم يتحدثون عن هجوم بري بالمعنى العام، ولكن قبل قليل قالوا بأنه هذه عملية موضوعية وجزئية. أنا أعتقد أن الهجوم البري صعب، وبالتالي هناك حيرة عند بنيامين نتنياهو وعند الفريق الوزاري وخصوصا مجلس الحرب، أنه في حال فعلا تم اتخاذ القرار وهو اتخذ بالهجوم البري، ولكن خطط التنفيذ على الأرض كيف يمكن أن تكون وماذا بعدها؟ يعني هذان السؤالان لا إجابة عليهما. لذلك أظن بأنه هذه يعني محاولة أيضا لاستدراج بعض المواقف الغربية لمزيد من التأييد لإسرائيل ولمزيد أيضا من الدعم العسكري والمالي والسياسي والإعلامي. نعم. لكن الذي يمكن أن أتوقف عنده حقيقة هو محاولة التشويه الذي تلجأ إليها السلطات الإحتلال الإسرائيلية مدعومة من قبل فريق غربي كامل تقريبا وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يتم الاستخفاف الشهداء الفلسطينيين وبالقتل الفلسطينيين ويقولون بأن ما تعلنه وزارة الصحة الفلسطينية من القتل والشهداء هو أمر مبالغ فيه، لكن كان هناك رد من الأمم المتحدة اليوم بأن وزارة الصحة الفلسطينية هي التي شكرا جزيلا لك من بيروت السيد توفيق شومان الكاتب والباحث السياسي.